اهلا ومرحبا من جديد بكل الساده اللي بيشاهدونا عبر شاشه قناه النيل الازرق. كذلك بنرحب وبنلقي التحيه العطره للساده المستمعين. يسعدنا انه في فقره اليوم زي ما عودناكم دائما بنجيب احدث المنتجات الموجوده في عالم التجميل اللي هي عامله ثوره من العوالم المنتجات اللي بتكون او بتفيد المراه عموما في كل انحاء العالم، لكن هذه المنتجات اليوم مخصصه للمراه السودانيه عبر محلات ميس لندن. اكيد انتم في الحلقات السابقه اجرينا حلقه كانت مع محلات ميس لندن لصاحبتها مها محمد الرضا. سعيدين انه اليوم ايضا تطل علينا ميس لندن. استاذه مها اهلا مرحبا بك. اهلا مرحبا بك مدام نهله. سعيدين انك تكوني معنا رئيسه مجلس الاداره. سعيدين جدا انك تكوني معنا اليوم. وانا سعيده جدا باستضافتكم لنا، ونوعد المشاهدين ان شاء الله بحلقة ممتعة ومفاجآت كثيرة. أكيد طبعا. كمان بتزداد سعادتنا أكثر باستضافة معاذ أبو سن عضو مجلس الإدارة. أهلا مرحبا بك أستاذ معاذ. أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله من خلال الحلقة هنقدم كل ما هو مفيد إن شاء الله لجميع فئات الشعب إن شاء الله. شكرا. في الأول حابين نعمل كذا ريفرش سريع كذا للمعلومات ونذكر المشاهدين يا مها عن ميس لندن، فياريت تدينا كذا نزلة صغيرة عنها عشان الناس كلها تتذكرها. ميس لندن هي فتاة سودانية بتمثل كل فتيات السودان وكل سيدات السودان. نعم. هي بتحب الجمال والأناقة، بتحب كل ما هو جديد، ودائما بتبحث عن المنتجات العالية الجودة. بتعاني من مشاكل مناخ حار جدا وطقس حار وشمس في السودان، وكمان بتعاني من نقص في المنتجات اللي هي بتناسب نوع بشرتها وبتناسب المناخ اللي هي بتعيش فيه. فلفت العالم بتبحث عن ضالتها وجابتها لرفيقاتها في السودان. نعم اكيد. حابين برضه نعرف تحدثين عن الاهداف الاساسيه لميس لندن، فاكيد كل حاجه عندها هدف معين او رئيسي او مجموعه من الاهداف، فيا ريت تحدثينا هل هنالك مجموعه من الاهداف او هدف واحد معين؟ إحنا عندنا مجموعة من الأهداف، لكن الهدف الرئيسي بتلخص في إنه إحنا عاوزين نواكب العالم، عاوزين نكون بننافس أوروبا، ومن هنا جاء الاسم ميس لندن. بننافسهم في إنه متطورين، بنتابع الحاصل، بنتابع كل ما هو جديد، ومتقدمين، يعني عارفين مثلا في توعية صحية، توعية في كل ما هو جديد يعني، وتوعية ومعرفة بالحاجات الضارة ومعرفة بالحاجات النوعية الجديدة. فهي واحدة من أهدافنا إنه إحنا ننشر التوعية. أنا بنقول من خبرتي يعني وما عشتي في أوروبا لفترة طويلة اللي تعلمته، وعايزة يعني أوصله لبنات بلدي هنا. أكيد لكم جديد طبعا يا مها، أكيد في جديد وفي أشياء كثيرة حنشاهدها، لكن بعد ما نتابع المحطة الخارجية ونعود نتواصل مرة أخرى. هذه الفقرة برعاية ميس لندن. أعزائي المشاهدين في السودان، ميس لندن رح برحب من جديد بالسادة المشاهدين، وبرحب أكثر بك مها محمد الرضا، وبرحب بك أكثر كمان معاذ أبو سن. يمكن شاهدنا في المحطة الخارجية ميس لندن اللي هي مها متجولة في لندن وأوروبا مع عدد من تقريبا ما عارفة نقول عليهم شنو، فريق ميس لندن، فريق عمل فريق عمل ميس لندن. فكانت في جولة في أوروبا وجولة في لندن بالتحديد، فريد تحدثنا عنها يا أستاذ معاذ. إن شاء الله. الإجابة بسيطة. كما هو معروف أنه لندن هي عاصمة المقاييس العالية والجودة الممتازة.
مركز مس لندن بدوره يقوم بتوفير منتجات ذات جودة عالية حتى نستطيع من خلالها مواكبة الدول الأوروبية المتطورة في مجال التجميل. نعم. طبعا مركز مس لندن يقوم بإدخال منتجات تتوافر فيها أشياء محددة. نعم. الجودة العالية وعدم ظهور أي آثار جانبية طبعا. نعم. السرعة في المفعول ويساعد على منع ظهور المشكلة مرة ثانية. نعم. ببساطة نبحث عن حلول لمشاكل البشر والشعر جذريا. وطبعا حلول تكمن فيها أكثر من التجميل هي العلاج والوقاية. أكيد. تسعى الشركة أيضا مثل ما ذكرت الدكتورة مها لطبعا توعية وتعليم، لأنه بقدر أهمية المنتجات وجودتها أيضا طريقة استخدامها أهم من المنتج. وأهم أسباب تطور الدول الأوروبية هي يعني نظرتها للمشكلة ذاتها، مشكلة البشرة. وبالتالي بعد الدراسات والبحوثات والاستنتاجات توصلوا إلى أن البشرة الإفريقية والسودانية تحتاج إلى عناية خاصة. يعني الفرق، طيب بس ممكن السؤال ده يقودنا إلى أنه نسأل عن ما هو الفرق أو وجه الاختلاف ما بين البشرة السودانية والأفريقية والبشرات الأخرى. الفرق في البشرة الأفريقية، ونحن يعني حنقوم يعني نركز على البشرة السودانية بما أنها هي أفريقية وبرضو جامعة، ممكن نقول بشرة عربية حاجة أفريقية عربية خلطة. البشرة السودانية عموما سميكة، أسمك من يعني جميع أنواع البشرة الأخرى. بنتمتع بهبة عدانا لها رب العالمين، وهي أنه ما عندنا مشكلة بتاع التجاعيد. يعني التجاعيد كبيرة أو كثيرة. أيوة، يعني في أوروبا مثلا مشكلتنا الكبرى هي التجاعيد. في السودان احنا المشكلة الكبيرة هي الكلف والتصبغ اللوني. ده بيؤدي لانه يعني البشرة تشيخ بسرعة وتظهر فيها علامات تقدم السن، غير انها ما بتكون جميل، مظهرها بيكون ذاته ما حلو، مظهرها ما حلو لانه بيكون في بقع داكنة منتشرة في الوش. احيانا بيظهر الكلف مثلا في الخدود، حوالين العين، في الجبهة. كمان برضو المناطق المعرضة للشمس اللي هي اليدين، الوش، الرجلين، بيقوم بتكون يعني أكثر سمارا من باقي الجسم. فده طبعا هو نسبة لأنه التعرض للشمس الحارة القاسية جدا عندنا بيزيد، بيسبب من زيادة إفراز مادة الميلانين. مادة الميلانين دي هي صبغة داكنة سوداء، الغرض منها هي اصلا ان هي تحافظ وتحمي تحمي البشره وتحافظ عليها. فكل ما السخانه تزيد كل ما بتتكاثر اكثر، هذه بتتكاثر اكثر. فبيقوم مع السخانه الشديده جدا والتعرض لسخانه بيحصل خلل في الخلايا. فبيقوم بيزيد، بيكون انتاج الميلانين مفرط جدا عالي. والحاجه دي بتحصل برضو مع الحمل احيانا. فده بيؤدي لمشكله الكلف والتصبغ. في برضو مشاكل تانية للبشرة السودانية، خلينا نقول يعني أثار الجروح مثلا، أثار الحبوب، حب الشباب. أيوة. بتكون أكثر سوادا يعني من أي نوع بشرة تاني. لأنه إفراز الميلانين زي ما قلنا كتير، وبيزيد دائما إفراز الميلانين في الخلايا اللي هي بتكون دمجت أو مصابة يعني. بتكتسب لون داكن، بتكتسب لون داكن شكلها غير جميل. أيوة. نعم. عندنا مشاكل شاقريب، سيلولايت، بما انه البشرة غامقة يعني بيقوم ممكن يحدث تمدد جلدي في أيوة. مناطق معينة يعني. أيوة. والتمدد بيكون لونه فاتح، فده بيخلي السيلولايت عندنا الشاقريب يظهر أكثر من أي نوع بشرة تانية. طبعا. فالحمد لله يعني في العالم يعني احنا مشهورين بانه بشرتنا حلوة، بس عايزة محافظة وعايزة نتعلم ونتعرف انه بضرها شنو، نحافظ عليها ونستعمل المنتجات المناسبة وملائمة لها، ويكون عندنا شغالين وقاية باستمرار. اكيد طبعا ان شاء الله، يعني بندعو كل السيدات انه يكثروا من اهتمامهم ببشرتهم، وان شاء الله يكونوا عبر منتجاتك مثلا ان شاء الله. طيب قبل ما نتواصل كمان حنطلع للمحطة الخارجية الثانية ونعود نتواصل مرة اخرى. هذه الفقرة برعاية مس لندن. أعزائي المشاهدين في السودان، مس لندن بترحب بكم من لندن، شركة فارما كلينكس.
بنرجع لك مرة أخرى أستاذ معاذ، وزي ما ذكرت مها عديد من المشاكل اللي ممكن تصيب المرأة، سواء كان التصبغ اللوني سواء كان الكلف. أكيد الآن المشاهدة متوترة جدا وعايزة تعرف الحلول اللي هي إذا كانت بعض المشاهدات مصابات بهذه المشاكل. نعم. فياريت تورينا أنت يعني اللي قدمته شنو شركة فارما كلينكس من منتجات بتفيد هذه الحالات، أو ما هو جديدكم؟ إن شاء الله إن شاء الله في هذه الحلقة راح نعرض حلول للمشاكل اللي تكلمت عن الدكتورة، وإن شاء الله راح نبدأ في مشكلة التصبغ والكلف. طبعا في الفترة الأخيرة زي ما تابعنا في المحطة قمنا بالتعاقد مع الشركة البريطانية اللي هي فارما كلينكس، اللي بتقدم حلول علمية ودراسات لهذه الحلول، وأيضا مخصصة للبشرة الإفريقية. طبعا الشركة دي حائزة على جوائز عالمية، لأنها متميزة في عدة حاجات، أنه تجمع عدة أشياء في منتجاتها. طبعا صعب أنه تكون موجودة في منتج واحد، اللي هي فعالية وسرعة في ظهور النتائج، عندنا الجودة العالية، الأمان ودي أهم من أهم الأشياء، والبشرة ما ترجع للمشكلة اللي كانت ظاهرة أول مرة. طبعا فريق إن شاء الله إدارة شركة فارما كلينكس هيحضر على السودان في بداية السنة الجديدة ليشارك مركز مس لندن في جميع فعالياته وجميع خدماته اللي بقدمها للمجتمع إن شاء الله. إن شاء الله. كمان حابين نسألك أستاذة مها عن المنتجات اللي بتفيد تفتيح البشرة أو تفتيح التصبغ اللوني اللي بيحدث سواء كان في الجسم أو في الوجه. أيوة. بريد تحدثين عنها باستفادة أكثر. هي شركة فارما كلينكس بتركز أصلاً على مشاكل الكلف والتصبغ، لأنها هي منتجاتهم مخصصة للبشرة الأفريقية والبشرة العربية والآسيوية. فالشركة بتقدم عدة حلول، يعني عدة منتجات. طبعاً إحنا اللي قدام إن شاء الله في حلقات جديدة في برنامج لمسة ولمسة عبر شاشة النيل الأزرق، حنقوم حنركز على كل المنتجات، كل الحلول لحب الشباب، التجاعيد، السيلولايت، المشاكل دي. لكن من ناحية التصبغ والكلف والإسمرار اللون، الشركة بتقدم مجموعات. يعني المجموعة دائما الناس بتركز على كريم تفتيح وش، فالشركة بتقدم مجموعة كاملة، يعني في مجموعة كاملة لكل أجزاء الجسم مثلا. أيوة، يعني في مثلا كريم لتفتيح الوش وإزالة الكلف، معاه كريم للمنطقة حول العيون. دي مهمة جدا طبعا، المنطقة دي يمكن كثير من الشركات بتغفل عن انها توفر لها منتجات. ايوه، المنطقة حول العين لانها حساسة جدا، مفروض نهائي ابدا ابدا ما نمسح كريم معمول للبشرة في الوجه، نمسحها حوالين العيون، لانه دائما المنتج الوجه بيكون اقوى شويه طبعا. فنحن بنعمل لقدام منطقه رغيقه ورقيقه باكثر، بيقولوا من 3 الى 5 درجات من الوش بشره. أيوة. ما بتتحمل ابدا. نعم. فعندها منتج مخصص، والمنتج ده ما بس هو بيشيل السواد، لكن بيشتغل برضو على التجاعيد لو في تجاعيد، لو ما في تجاعيد بيعمل بريفنشن، يعني بيمنع انه التجاعيد تظهر او باخره. بيشيل الماء المتجمع تحت العين، يعني عموما بيحاول الجيوب. طبعا دي برضو مشكله كبيره، دي مشكله بعض. أيوة. الناس اللي بيتعرضوا لسهر وكذا، يعني للسهر وكذا، فممكن يشيلها، يعني بيشيل المياه المتجمعه حول العين، بيخلي المنطقه حول العين نضره وجميله وناعمه. وبرضو كمان لو الواحد فتح وشه شويه كده، يعني بيكون لون العين متوحد مع لون الوجه، توحد لوني، يعني بالتوحد اللوني. برضو في الكريم لوشن هو لتفتيح الجسم، يعني طيب قبل ما نمشي للجسم يا مها، واحده واحده كده، خلينا لسه في الوش. احنا تحدثنا عن كريم العيون، تحدثيني كمان عن الكريم بتاع فارما كلينز بتاع الوجه، يعني كيف بيفتح. أيوة. بيشتغل كيف على الوجه، استعماله كيف، هل هو فيه ليل نهاري كده، يعني عشان نكون الكريم هو واحد، كريم واحد بيستعمل بالنهار وبالليل، يعني هو واحد ممكن يستخدمه بالليل وبالنهار. ممكن يستخدمه بالليل وبالنهار، فيه نسبه بتاعه واقي الشمس SPF، لكن احنا بننصح او الشركه فارما كلينكس بتنصح انه يستخدم معاه واقي الشمس من الشركه. ممكن هنا يكون موجود ترفعوا لنا. ايوه، هو اللي هنا البلو ده. ايوه، هو اكسترا سترينث كريم، يعني قوي وسريع جدا في المفعول. لانه الشركه هي حبت انه تقدم حاجه جودة عالية، لكن بتنافس المنتجات اللي هي في، يعني فيها
مواد ضارة بتدي أثر سريع وكذا يعني. أيوة. فهي دي بتشتغل بسرعة، المنتج ده بيشتغل بسرعة جدا، في أسبوع واحد الواحد بيشوف النتيجة وبيكمل يعني في العلاج. نعم. فبيستعمل صباح ومساء، والحاجة الكويسة فيه إنه المشكلة ما بترجع تاني. بس إحنا بننصح بإنه السيدة يعني تقوم تهتم ببشرتها من ناحية الترطيب. نعم. برضو في المجموعة كريم للترطيب، يعني بعد ما حصلت عملية التفتيح وإزالة الكلف بترطيب ووقاية من الشمس مستمرة. نعم. المشكلة ما بترجع تاني إن شاء الله. أكيد طبعاً. أيوة. إن شاء الله. يلا ممكن تحدثينا برضو عن كريم الجسم، وهو أي واحد فيها الكريم؟ هو الكريم الكبير. نعم. أكيد طبعاً، طبعاً مخارج الجسم لازم يكون كبير. فهو اللايتنينج بودي لوشن، وفيه SPF 15. لوشن يعني هو ممكن استعماله في الجسم كله، في اليدين والرجلين، وحتى كمان ممكن في المناطق الحساسة، يعني للجسم عموما كامل. يعني الجسم كامل بكل مناطقه المختلفة. أيوة. فالكريم ده هو فيه واقي من الشمس، لأنه إحنا مشكلتنا زي ما قلت قبل بنطلع في الشمس كتير، المناطق المعرضة للشمس بتسمر. نعم. ففي ناس كتار بيقوموا مثلا بيلجأوا لاستعمال الجوانتيات. أيوة. بالذات الزول بيسوق كتير. أكيد طبعا، لأنه بيكون دايركت على منطقة اليدين. بالضبط كده. فالكريم ده هو فيه واقع، يعني الواحد ما بيحتاج إنه هو يلبس جلوفز، وبيقعد لفترة طويلة وأثره سريع جدا برضو، يعني في يومين ثلاثة الواحد بيبتدي يشوف الفرق في لون البشرة، وتبدي نعومة برضو، يعني ما بس هو تفتيح. فكريم ذو جودة عالية يعني. أكيد طبعا. والكريم الأخير في المجموعة اللي هو الايركس. الايركس ده مخصص للبشرة اللي حوالين العين اللي تكلمنا عنه في الأول. أيوة، ده هو المخصص لبشرة العين الصغير. أيوة. صغير. طيب الكمية دائما، بس أنا برضو حباك تلغي الضوء على كمية استخدام الكريم. في بعض الناس بيفتكروا إنه يا مها إذا شالوا الكريم بكميات كبيرة ومسحوه النتيجة بتكون أسرع. أيوة. فياريت تلغي الضوء على النقطة دي، وعشان الناس ما عايزين زي ما بيقولوا قروشة في الفاضي، وتوريهم كيفية استخدام الكريم. يعني بتشال قد شنو بتاع العين وكذلك الوجه، وبتاع الجسم طبعا معروف يعني واضح. دائما الكريم بتاع العين بينصح بانه يطبق على العين بالصباع الصغير، ما الصغير، الجنبه الجنب. اسمه ايوه البونصر ولا الخنصر. ايوه الخنصر. المهم الثاني ده، لانه هو ده مثبت علميا انه هو يعني اضعف صباع، فلما الواحد يقوم يعمل في العين ما بيضغط شديد على العين. الصغير ما ضعفني يا مهلا. لا ما ضعف. فبينصح بانه يطبق هنا حتى كريم العين ما يصل جنب العين، يعني ما يدخل جوا العين، يعني بس في المنطقه بتاعه الجفون، في العظمه الحته اللي فوق العظمه اللي هنا في الوش. بتطبطب بالراحه كده، ما يحصل يعني مسح شديد، لانه ده بيجرح المنطقه وبيؤدي للترهل وللتجاعيد. طيب يا مها معلش، احنا هسه عشان واقفين في نقطه مهمه جدا. طيب انت كنت بتمسح بس في المنطقه دي؟ ايوه. يعني هنا فوق في الجفن ما بتمسح؟ في الجفن ما بتمسح. يعني لانه في بعض الناس حيمسحوا العين كده دائما. لا في الجفن ما بتمسح، يعني بس لو في سواد. أيوة. كتير يعني كتير مركز في الحته اللي حول العين دي، بتمسح في العظمه. في العظمه الفوق. في العظمه الفوق. الناس تركز انه فقط في العظمه الفوق. في العظمه الفوق. والعظمه التحت. ايوه. هو بينتشر لحاله، يعني الكريم براو بيمشي امتصاص. أيوة. بيحدث امتصاص وبيمشي، لكن احنا لو حطيناه في المناطق اللي حول العين مباشره دي بيأثر يعني على العيون. ده بينطبق على اي كريم بتاع عيون. طيب. كريم البشره. كريم الوجه. أيوة. برضو حاجه خفيفه جدا، يعني بيقولوا لاير خفيف، لما كل ما اطبق الكريم زياده ما حستفيد حاجه، خساره يعني. حيكون اوفر دوز، زي ما تبلع مثلا يعني حبوبه، الدكتور يكتب لك حبه واحده كل 8 ساعات، تقوم انت تبلعي حبتين، اكيد. أيوة. الكلى حتتخلص من باقي الحبوب، بتكون مشكله. افتكر يعني انه نفس الطريقه، حيكون اوفر دوز يعني. أيوة. ما حيستفيد منها الوجه. أيوة. حيكون انت هدرتي قروشك في الفاضي. بالضبط كده. بعدين الكريمات يعني هي فعاله شديده، الواحد ما بيحتاج يعمل منها كميه كبيره. فعشان ذاته الكريم يقعد مسافه، وطبقه خفيفه جدا جدا كفايه يعني في الاستعمال. نعم اكيد طبعا. نرجع لك استاذ معاذ، وعايزين نعرف المميزات اللي بتميز، يعني المميزات اللي بتميز هذه المنتجات. اكيد في حاجه خلتها مميزه جدا بحيث انها تنتشر، وانتم يعني تزعوا لانه تجيبوها للسودان للمراه السودانيه. نعم. فمميزات شو هذه؟ طبعا المنتجات هي لا تحوي على مواد ضاره، مكونات ضاره مثل الهيدروكونين والكورتيزون طبعا اللي. نعم. هي مسؤوله عن مشاكل البشره. نعم. طبعا الماده الرئيسيه المستخدمه في منتجات التفتيح هي الكوجيك ديمليميتد
اللي هي طبعا ياباني حد المادة، وحمض ديونيك اللي بيحد طبعا من إفراز إنزيم التايروسينيز اللي مسؤول عن إفراز مادة الميلانين اللي بتزيد الكلف والتصبغ طبعا في البشرة. وبالتالي يعني المنتجات بتحل المشكلة من جذورها ما سطحيا، يعني في بعض المنتجات بتحل المشكلة مثلا من خارجيا المشكلات دي، المنتجات دي بتحل المشكلة من الجذور بفضل طبعا المكونات الموجودة فيها، وتمنع ظهور بالتالي بقع الداكنة، التصبغ، الكلف، الحالات السوداء نهائيا. يعني المنتجات دي أكثر منها تجميليا هي وقاية وعلاج في نفس الوقت. طيب يا أستاذ معاذ، ما بتحتاج هذه المنتجات إنه الإنسان إذا استخدمها يستخدم واقي شمس بالذات منتجات الوجه؟ يعني واقي شمس مخصص أو ما عندكم واقي شمس من هذا؟ عندنا مثلا واقي شمس طبعا لكريم الوجه، أما كريم الجسم فيها فهو متميز، فيه ميزة أنه موجود فيه واقي شمس. يعني مثل ما تكلمت الدكتورة أنه يعني اليدين والرجلين طبعا معرضين أكثر حاجة للشمس، فما يكون في واقي أكثر من الوش كمان، فالمنتجات بادي لوشن ده فيه واقي شمسي، ده اللي بيميز المنتجات دي. نعم. يعني ده اللي رفعته ما هذا ولا؟ ده اللي بتاع الوش. أيوه. وده بتاع الجسم. نعم. بتاع الوش محتاج لواقي. نعم. أما كريم الجسم الواقي موجود، الواقي موجود فيه. يعني في نعم. ده من أهم مميزاته طبعا. أكيد طبعا. نعم. نرجع لك أستاذة مها، وحابين نسألك يعني عن مس لندن هي ذاتها، مها في حد ذاتها يعني هي العناية الشخصية الممكن تقدمها لكل المشاهدات السودانيات اللي بيشاهدون اليوم عبر برنامج لمسة ولمسة وفي هذه الفقرة برعايتك، فياريت تحدثين عن العناية الشخصية اللي أنت بتعمليها أو الحاجات كمس لندن الفتاة نقول السودانية الأندرومائية زي ما أنت ذكرتي. معليش زنقناك يعني، لكن بس لا نعرف. لكن أنا بسأل السؤال ده كثير شديد يعني. أكيد. طبعا يعني أنا عاملة نفسي حق لتجارب. أكيد لازم، لكن تفضلي. بحب إنه يعني أعرف إنه المنتجات بتشتغل كويس، ويعني طبعا دي آخر مرحلة في مراحل الأبحاث لما نحن بنكون بنفتش لمنتجات جديدة، بنبتدي من إنه يعني الشركة نبحث الباك جراوند حقتها، بنشوف طبعا هناك في أوروبا عادي يعني الواحد ممكن يجيب يعني المعلومات عن الشركة، مقاييس حقتهم كيف، مصرح بهم أو لا، وبنمشي تاني بعد ذلك بناخذ المنتجات بنحللها، بنشوف إنها بتشتغل في مناخنا، في مواد كده معينة إحنا بنفتش لها في المنتجات، فالمرحلة الأخيرة بيكون إنه أنا بجرب يعني. لكن في نفس الوقت يعني أنا بصراحة يعني بوري الناس كلها إنه القصة كلها هي حفاظ. يعني أنا مثلا بستعمل كريمات التفتيح هنا في السودان، بستعمل واقي شمس قوي جدا لما نكون في السودان اللي هو SPF 50. لما نكون في أوروبا بيختلف الوضع شوية. بستعمل الكريمات مفتحة بتاعت الجسم ومن فارما كلينكس، فوجدت إنه الحاجات دي هي مناسبة شديد يعني، فبعد ما يحصل التفتيح الواحد ما بيحتاج إنه يواصل في الكريم. فبقوم بستعمل مرطبات، يعني دي أهم حاجة إنه الواحد دائما يرطب البشرة بتاعت الوجه وبتاعت الجسم والرقبة برضو. نعم. العناية الأسبوعية برضو مهمة، يعني أنا بحرص إنه أنا يوم الجمعة مهما كان عندي أنا عندي ساعة ساعتين لنفسي، يعني بكون بهتم ببشرتي، بقوم بعمل لها تقشير، سكرب، بعمل لها قناع، يعني عناية كده كاملة، دي العناية الأسبوعية عشان الواحد يقوم يعني يتخلص من الخلايا الميتة، يشيل يعني الحاجات اللي اتجمعت في الأسبوع، يفتح المسامات عشان المنتجات تخش فيها كويس، فدي حاجة أسبوعية. وفي العناية اليومية، كريم الليل بيختلف من المرطب بتاع الليل بيختلف من مرطب النهار. الحاجة الثانية برضو في دي لاحظت إنه هنا في السودان ما بنستعمل كثير التونر. نعم. أنا بستعمل كلينزر، بغسل وشي بالكلينزر بتاع كولاجين. نعم. والتونر بتاع الكولاجين. لأنه التونر بيشيل بقايا الغسول. أكيد طبعاً. العناية الأسبوعية برضو هي بمنتجات الكولاجين لأنها لطيفة وبتحفز إنتاج الكولاجين،
كل البشرة متحفزة إنها تكون يعني متاخدة وجميلة. بنديكم فرصة لكلمة أخيرة نبدأ بأستاذ معاذ. إن شاء الله نحن مثل ما قدمنا حل لمشكلة التصبغ والكلف إن شاء الله في حلقات الجاي عن طريق برنامج لمسة ولمسة طبعا حنقوم بإيجاد حلول لجميع المشاكل البشرة والشعر بإذن الله. وطبعا في خبر إن شاء الله حنقوم أنا والدكتورة مها بزيارة الولايات في الأيام الجاية قليلا إن شاء الله. إن شاء الله. وحنعمل توكيلات جديدة هناك ومندوبين لنا في الولايات عشان نقدر نوصل كل منتجاتنا إن وفوائدنا إن شاء الله لكل السودان بإذن الله. إن شاء الله. فرصة برضو لك يا محن كلمة أخيرة. أنا بس عايزة أكمل وين ما بدأ معاز إنه إحنا هسه حاليا موجودين في بورسودان في مجموعة صيدليات الأطباء في بورسودان. كل منتجاتكم موجودة. موجودة عندهم وإحنا إن شاء الله برضو جزء من جولتنا حنوصل بورسودان. في العاصمة هنا حالياً المنتجات بتوجد في ميس لندن في شارع مستشفى مكة وبتوجد في مجموعة صيدليات محمد سعيد. الحاجة الأخيرة اللي عايزة أقولها بنشكرك شديد يا ميس نهلة مدام نهلة وبنشكر العاملين في الاستوديو وبنشكر قناة النيل الأزرق وإن شاء الله بنسأل من المشاهدين الكرام أن يتابعونا لأنه حيكون عندنا حلقات جديدة كثيرة في برنامج لمسة ولمسة ومنتجات كثيرة ويعني هذه المنتجات يعني أنا ما بقدم حاجة بالمناسبة ما لم تكون مسجلة في الصيدلة والسموم ووزارة الصحة وإذا أنا ما جربتها بنفسي ويعني بطمن المشاهدين أن المنتجات مجربة ويقبلوا على استخدامها. شكرا لك كثير يا مها سعيدين أنك كنت معنا ضيفة وشكرا لك كمان أستاذ معاذ وزي ما وعدت المشاهدين تطلوا وتتواصلوا وتقدموا للمرأة السودانية كل ما هو مفيد وآمن للبشر. شكرا لكم كثير. شكرا لك. أعزائي المشاهدين وصلنا الآن إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لمسة ولمسة. كانت الفقرة الأولى مع مركز ابتهال الرشاقة والجمال مع أستاذة أسماء القاضي وكانت الفقرة الثانية مع إيمان النمري وفقرة أكيد أنت أحلى وأخيرا ختمنا بفقرة ميس لندن وكانوا ضيفي الحلقة معاذ أبو سين ومها محمد الرضا. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بمشاهدة طيبة وإلى اللقاء.